للمزيد معي عبر الهاتف من القاهرة السيد سامح عبد الله، مدير تحرير صحيفة الأهرام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة في مصر. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. أسألك أولا عن التفاعل، إذا كنتم رصدتم تفاعلا من وسائل الإعلام المصرية والصحف المصرية عن الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين، كيف كان تفاعل وسائل الإعلام بشكل عام مع هذه الزيارة؟ طبعا لازم نعرف ان الزيارة دي مهمة جدا، لانها تأتي في وقت المنطقة تموج ببعض التطورات على مستويات عديدة، واعتقد ان يعني في تحديات معينة بتفرضها علينا في الظروف الدولية، وبالتالي ان يقوم الرئيس السيسي بالزيارة لمملكة البحرين ده امر يعني طبيعي ومنطقي في ظل الظروف اللي انا بتكلم عليها دي. اما بخصوص تعامل الاعلام المصري مع هذه الزياره، فكما قلت لانها زياره مهمه جدا، فامر طبيعي ان وسائل الاعلام المصريه تتعامل معها او تهتم بها الاهتمام اللائق، وبالتالي فامر طبيعي انها تبقى منشطات رئيسيه في الاهرام والاخبار والجمهوريه وكل الصحف اليوميه الصادره في مصر، وان تتصدر نشرات الاخبار في محطات التلفزيون المختلفه. وكما قلت ده امر طبيعي، لان لقاء بهذا المستوى في هذه الظروف بيفرض نفسه على الاحداث. نعم أستاذ، يعني توقيع على الاتفاقيات الذي جرى هذا اليوم، كيف من الممكن أن تتعامل معه الصحافة المصرية؟ الحجم الترحيب كون هذه الزيارة يعني ربما أخذت الكثير من الطوابع، لكن الطابع الأبرز الذي ظهر اليوم من خلال التوقيع على الاتفاقيات، ما يرتبط منها بتسهيل الأمور التجارية وتبادل التجارة والاقتصاد بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية؟ ما الذي يمكن أن تقوله الأهرام في طبعتها المسائية؟ اسمح لي بس قبل ما اتكلم في هذا الموضوع ان انا انقل لحضرتك وللمشاهدين يعني مشاعر المصريين تجاه جلالة الملك المعظم، فاحنا يعني نكن له كثير من المحبة والاحترام والتقدير بشكل يعني مميز، ولا ننسى ابدا مواقفه الإنسانية النبيلة حين جاء لمصر في وقت كانت السياحة فيه يعني يعني تمر ببعض الأزمات، وذهب إلى شرم الشيخ وتجول بين الناس ويعني قام ببعض الأنشطة مما اعتبرناه يعني في مصر يعني بادرة راقية من ملك عظيم يعني محب للشعب المصري. فاسمح لي أن أنا أنتهز الفرصة دي لأرسل بتحياتي يعني وتحيات المصريين ومحبتنا لجلالته. أما بخصوص المذكرات التي تم أو الاتفاقات التي تم توقيع عليها النهاردة، فده طبعا بعد إضافي جديد يعطي زخما وأهمية لهذا اللقاء، وهذه الاتفاقيات لها علاقة بالتعاون في المجال الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والاستثمار، تعاون قانوني وقضائي وصادرات ومعارض، يعني الحقيقة مجالات عديدة جدا، وهي من المجالات المهمة اللي يعني الواحد بيبقى سعيد لما بنشوف توقيع اتفاقات بشأنها، لأن في بعض الأحيان بتبقى هناك اتفاقات مراسمية وبروتوكولية ولا تتضمن يعني مجالات حقيقية لتحقيق الفائدة بين البلدين. ولكن كما قلنا يعني ان المجالات العديدة ديت على العدد الكبير من هذه يعني عدد كبير من الاتفاقات في مجالات مهمة جدا للبلدين، يعكس مرة اخرى أهمية العلاقة بين البلدين وأهمية هذه الزيارة على وجه الخصوص. شكرا جزيلا لك من القاهرة سيد سامح عبد الله، مدير تحرير صحيفة الأهرام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المصرية.